سريعا انتقلت للمطبخ بس تاكد انه طبق اليوم فيه شوكولا، وطمنت شيف شارل عمل شيء سالتد كاراميل وشوكليت. مزبوط. صباح الخير. صباح النور. اهلا تينا. مزبوط. اه انتوا هون؟ يس، حبينا هيك نبلش بلاكي. صباح الحمد لله. في شيء طيب؟ كثير رح انطر شوي مع قهوتي هيك بستلذ فيهم سوا. شو طلع عنا اليوم؟ اليوم رح نعمل شوكليت مع سالتد كاراميل، رح نعملهم بكوبال، وهالكوبال هي عبارة عن الألفيول تبع البيض. حلو. رح نستعملها أكيد من غسلها. ريسايكلينج. إيه نستعملها، نستعمل قالب تبعها. ورح نعمل الكوك، يعني رح نعمل القالب تبعها من شوكولا، ونرجع بعدين نعمل صالة الكراميل. نحطه جوا. نحطهم جوا. وكلهم ربع ساعة بس نرجع نسكرها أو لا؟ رح نرجع نحط الكراميل بقلبها. إيه. ونحط عجينة الشورت بريد. فرجيني. يحيي. فرجيني. مش فرجيني. حلو حلو. اوكي هلا انا ذوبت الشوكولا. شوكولا شو عم نستعمل؟ هذا شوكولا 66%. اوكي. مثل هيدول اللي رح فرجيك اياهم قبل ما ذوبهم. نفس الشيء. هون اذا فرجيهم على الهواء، هن مكسرين جايين، يعني هن جايين كالي، جايين حبوب صغار. بدوبوا بسرعة أكثر. إذا عندنا بلوك هلا بيسوى يكون مش بس 66%، فينا نحن نشتغل على بورسنتاج اعلى. اعلى؟ ايه فينا نشتغل على 70%. بيمشي مع الكراميل؟ بيمشي مع الكراميل. اذا امير اكثر؟ هلا هو اطيب بيكون اخف، اخف يعني مثلا 66 بيلبق، وفينا نروح على شوكولا اوليه كمان، شوكولا اوليه كثير طيب مع الكراميل، مع انه حلو وحلو. ايه بس اثنيناتهم بيمشوا مع بعض. ايه بيمشوا مع بعض. حلو. اوكي هلا انا هون عم دوب بعد شوكولا. هلا الشوكولا هيدا هلا ديب بدنا نحطه بالقالب. رح نحطه بالقالب تياخذ يعمل كوش رقيقه يعني. مزبوط. رح البس هلا كفوف وبدي اعملهم بالاول لحتى يسقعوا، بعدين ببلش بالكراميل. اوكي هيدي رح شيلها. وبيرجعوا بينقلبوا من ظهرهم من القالب بسهوله؟ يقبعوا. ايه مفروض يقبعوا من برا لانه هيدي بلاستيك، يعني هيدي التيرمو فورماج لما يجمد الشوكولا. خلص هيك فينا بيا بايدنا يا اما بال نكون فرشيه معنا فرشيه، بس بدنا نسمك كانك يعني شو السماقه. فوالا ها هي لما يطقوا يعني. صح مزبوط. بطلع فيها للاخير لهون. هلا ما ضروري يكون كثير نات الموديل، ما بيأثر. شفتي كيف؟ اهم شيء ما يكون في تمشيح يعني. ايه ما فينا كثير نحط الشوكولا على ايدنا على اصبعنا لانه بتغير الحراره. بتعرفي نحن حراره الجسم 37. الشوكولا ما بيسوى كثير يسخن، لازم يكون هو درجه الحراره تبعيته 31 ماكسيموم 32. اذا كانت اكثر بتصير تدوبوا للشوكولا. هلا نحن بنسمك شوي صغير الاطراف لحتى ما تنكسر، بس هلا اذا انكسرت منا كثير مشكله. لقلك ليش؟ لانه بس هي الكراميل رح تلقطها كمان مش هيك؟ الكراميل الكراميل بدنا نحطها من بعد ما نشيله، مش هي بقلبه. اه من بعد ما نشيله. هلا الا اذا ابعت. ليه ما بتحطها هي جوا؟ بتصير لانه بعدين اصعب تنفكها يعني؟ بتصير اصعب لنفكها. هلا اذا بدنا نعمل شيء بقلبه جامد مثل موس. ايه. ونحطها بالفريزر بصير اهين نشتغلها هيك. ولا هيدا قصدي انا، لو حطينا الكراميل بس بصير اصعب يمكن. صح. تشيل. فيني انا كفي؟ ايه بتلبسي بتسلى فيهم. شفتي ما عم بروح اكثر، يعني بس اوصل على الليميت لفوق. ايه انجع على الحافه يعني. شفتي ما انا سميكه كثير. يعني تقريبا بغط اصبعي ثلاث مرات. الولاد بينبسطوا فيها. ايه بكيفك. اوكي يا هلا رح بلش بالكراميل. بالكراميل كراميل رح سكر زبده. صح. سكر. رح استعمل بدل الجلوكوز رح استعمل عسل. اوكي العسل كثير منيح بيعطي طعمه طيبه. بس سكر كمان مش هيك؟ كمان. ايه اكيد يعني العسل بس للنكهه فينا نقول. ايه للنكهه وكمان للتكستور، كمان تعطيها تكستور حلوه.
اوكي رح احط شويه سكر على بقلب الكاسرول ليبلشوا يدوبوا ويصيروا بمرحله كانه كراميل. هون عندنا الشوكولا بلش يدوب. هذا الشوكولا لشو جاد دوب؟ هذا بدي اعمل فيه ديكور بالاخير. اوكي. نفس نوعية هيدا؟ ايه نفس الشيء. نفس النسبة. بس بدي اجرب قد ما فيي، لا هيدا اخف شوي، هيدا 58%. وليه أكثر يعني؟ إذا بتشوفي لونه أفتح. بهالوقت الكريم نسخنه. دائما وقت تكون عم نعمل كراميل دائما انا بحب اذكر المشاهدين انه الكريم لازم تكون سخنه بس بدنا نحطها فوق السكر الكراميل. ايه اذا حطيناها بارده بيجمد كل شيء. صح منيح هيك عظيم. جربي تكون توصف فوق. ايه شوي ما المشكله انه الكف كبير فطرف الاصبع. اوكي هلا في عندنا شغله، اذا نحن بدنا اياها سولتد كراميل فينا نستعمل الزبده، هي تكون ساليه بور ساليه، او فينا نحن نزيد ملح نستعمل الزبده. بيأثر؟ لا بس هذيك بتبقى الدوزاج تبعها جاي دوزنا اكثر انه هيدي نحن بدنا نزيدها. اوكي هلا كيف بنعرف؟ اكيد بيكون مكتوب على الباكي، بيكون محطوط عليها انه زبده مملحه. ايه بنقدر نعرفها انه دائما زبده المملحه بتضلها طريه. منتبهتي لها هالشغله؟ اه معك حق، بتضلها طريه يعني حتى لما تشيلها من البراد. حتى لما تشيلها، هلا لما تشيليها بالبراد بتكون جامده شوي، بتجمدش بس شيء تقص شقفه وتدهنها دغري بتمد. صح مزبوط. اوكي هلا انا هون دوبت الشوكولا نص تدويبه. شفتي كيف عملت؟ دوبت نص تدويبه الشوكولا لانه بدك يعني بكفوا بعدين. صح لانه هلا هن صاروا هلا تمبيري، بدي اعملهم شوي صغيره بالهاند بلندر. تعطيني بس هون بليز محلك شوي لحتى يجيب المكنه. اوكي هلا مشان عجينه الشورت بريد، ليش استعملنا عجينه الشورت بريد؟ لانه عجينه بتبقى كثير فرياب خفيفه ما فيها بيض دغري بتفت، يعني كانك عم تستعملي عجينه ال بدك تقعد حلو، كانه عم نستعمل عجينه السنيوره. اوكي بتعرفي كيف؟ تبقى كثير خفيفه ودغري بتفت. هلا الشوكولا هون اللي ما ذاب رح يذوب، رح نجرب هون ننعمهم. مثلا بتقولي لي ليش ما حطيت رجاكم بالمايكروويف لدوبهم؟ اوكي بس انا اذا بدي ارجع احطهم بالمايكروويف رح ترجع تسخن زياده. انا ما بدي اياها ترجع تسخن زياده. بدك اياهم يدوبوا بس يضلهم فاترين يعني فاترين. مشان هيك هيدي المكنه الهاند بلندر هيدي بتطحنهم. اوكي وبتعدل الحراره. صفى هيك نحن بنضلنا بدرجه حراره تقريبا 30 لـ 32. وما انه عم نعمل ديكور، نحن ما بيهمنا كثير يطلع لميع لانه نحن بدنا نعمل كوبو شوكولا على الوجه. كمان معلومة مهمة للمشاهدين، لما بدهم يشتغلوا بالهاند بلندر الأفضل يكون عندهم الهاند بلندر
القوية تبعيتها البويسانس تكون قوية لأنه كل ما كانت خفيفة مثلا مثل هاي هلا هيدي 150 واط 150 واط يعني بدك تضلك تطحني كتير لأنه بتكون الفراش تبعها بطيء اوكي تتوصل للنتيجة لتوصل للنتيجة بتحمل ترجع الشوكولا بينما وقت تكون عندهم اياها اقوى تكون 500 واط او 600 واط اكيد دغري الفراش تبعها بيكون سريع دغري بيطحن ودغري بيعمل الشغل اللي بدنا اياه اوكي إذا بدهم يشتروا مكنة لازم يكون قوية بالوطن يشتروا صح يشتروها شوي صغيرة بروفيشنال فرد مرة يعني هلا أنا رح أفلشها على خشبة تقطيع على هالكاتينج بورد رح أفلشها هيك على الكاتينج بورد حتى لو في شوية شوكولا منه دايب ما بيأثر بدك دوب لك بعد شوكولا كرمال بلشوا يبردوا بس ماشي الحال هيك كيف برجع بخليها بعمل لها هيك بتسهمدها اوكي شو حلو واو لك هلا معي اوكي رح حطها شوي صغيره بالبراد ما بعرف اذا هيدي بتفوت بالبراد هي صعبه يمكن تفوت هي صعب تفوت بس ما بيأثر هيك خلص رح اتركها برا بتكون جمدت بكون بهالوقت عملت الكراميل يا رح نرجع للكراميل انتبهت شو عملت لانه كنت عم بشتغل هونيك شو طفيت دخلك ايه شلت عن النار شلت عن النار لحتى ما تحترق اوكي هلا رجعنا حطيناها اهم شيء وقت تكون عم نشتغل عنا عده اشياء بدنا نعملها بنفس الوقت نقدر نقسم الشغل مزبوط مش يحترق السكر او يحترق الشوكولا نكون بشيء نزيد بشيء بفتكر خلص ما بدك اياهم كلهم انه انا عايز 4-5 بس معلش انه لا خلص رح نخلصهم هيك بلشنا فيهم إذا فينا نقوي شوي صغير الاي سي لحتى الشوكولا يسقى بيكون كثير منيح يلا شفتي كيف هون السكر صار كراميل عم بيدوب نرجع بنحط بنزيد سكر فوق منه نرجع بنحط على النار اوكي هيدي الاندكسيون بتتحكم مزبوط بالحراره بالبيت اكيد الغاز شوي مزعج لانه بيعطي على الطرف ما نحتيل عليه ايه بس بذكر دائما لما نكون عم نشغل كراميل اهم شيء الطرف ما يحترق لانه الطرف كثير معرض انه يحترق لانه منطقه رقيقه بتكون بالسكر صح لازم نحط ورقه الومنيوم يعني بناخذ ورقه الومنيوم كبيره بنلفها داير من دار بنلفها إيه؟ من داير من دار الكاسرول وبنخلي النار دائما تضرب على الحرف بيكون في ورقة الألومنيوم تمنع الحرارة توصل للسكر على الطرف مشان ما يحترق. حلو. هلا عنا نحن هون كله جاهز عنا الكريم والعسل هلا بس يدوب السكر بنحط العسل الملح فينا من هلا نحط الملح. قديه بدك الملح؟ رشة حية. او رشتين ما بعرف لازم نحس فيها نحن اكيد شكي. لازم نستطعم انه في طعم الملح في ملح لانه طيب دائما انا بقول لها هالشغله هيك بدك تذوب لك اياهم شوي خلص السكر حتى لو ما حطيتي له ملح لما بتذوبيه لما بتعمليه مش تذوبيه لما بتعمليه كراميل هو لوحده بيعطي طعم الملح السكر السكر لما بيصير بيتحول لكراميل عجب هو لوحده بيعطي طعمة ملح بنحس بملوحة يعني بتحسي بشوية ملوحة مش كتير مشان هيك بيلبق معه للكراميل بيلبق انه نزده شوية ملح نعمل نحط معه برسلي وهون كتير اساسي انه نستعمل زبدة نوعيتها كتير منيحة تكون لانه اذا زبدة مانا نوعيتها منيحة عندها طعمة اريارجو مش طيب بتبين بتنزع كل شيء لانه اكثر شيء بيبين بالكراميل هو الزبده اذا طيبه ولا لا اوكي بعد لهلا ما استعملنا المرقه ما حركنا بس هيك شوي صغيره هلا هاي لحطها بالبراد
بتعرفي رح احطها شوي بالفريزر. اوكي هلا كل شيء صار هون جاهز. هي خلص لكن بلشنا بالسكر عسل مزبوط. لا سكر حطيته هلا عم بعمله كراميل لعسل بعد يحول رح سخنه شوي صغير لينزل كله لانه كميه قليله. والكريم سخناها مش هيك؟ شو هو هذا طفى والكريم سخناها. الكريم سخناها صح. حلو العسل برجع بذكر سخنته كرمال اقدر نزلهم من هون لانه كميه قليله ما في سميكه كمان فيها. هلا نزلهم ما بيأثر. هلا انا جايب معي كراميل لانه اكيد بدهم نتركهم ليسقعوا لنقدر نشتغل فيهم ما فينا ننطرهم. شفت ده بالسكر مزبوط. حلو اهم شيء ما يكون بعد في شقف. هلا رح نزل الكريم. هلا فينا نحط كمان معها فاني. كمان ايه مع الفاني اذا بنحس فيها بس بنحس بالنكهه اكيد الفاني كثير. شفت كيف بحرك نزل شوي وبحرك بنعلي ايدنا كرمال ال ايه الفابور لما بتطلع بتحرق الايد. برجع بنزل شوي برجع بحرك. شفتين نزلتهم على عدة دفعات ما نزلتهم كلهم. حلو يا رح خفف النار شوي. هلا عملية من قال عملية تعقيد الكراميل. هلا بشو بده يسمك شوي؟ شوي صغيرة يسمك شوي. رح نزل الزبدة نزلها اصبع اصبع عدة دفعات. اوكي اهم شيء ما ننزلهم فرد دفعه مشان ما ناكل رطور. ايه بشهي حتى الريحه حتى الريحه حلوه كثير. اوكي هيدي اخر دفعه زبده عم نحطها. واو حلو. يا ريت هلا منفرجي عن قريب كيف صار الكراميل لونه بعقيد لونه كثير حلو. هيدا اللون هيدا اللون اللي لازم نحن نعتمده ما يكون اسود. اسود يعني صار في عنا مروره يعني صار يعني بطل طيب. بطل طيب مشان هيك في اولاد ما بيحبوا الكراميل. مزبوط بيكون معمول الكراميل بطريقه كتير. معمول طريقه غلط كثير بيلبق مع الكراميل. اذا بدنا نحن نعمل كراميل طيب كثير بيلبق معه مثل ما قلنا الملح الزبده الطيبه. واذا بدنا فينا نزيد معه شويه برش اورانج او برش حامض. برش الأورانج كتير بيلبق. واو. برش الحامض بيلبق كمان بس الأورانج أكتر. أنا بالنسبة لي في كتير عنا بيحبوا يمكن الحامض أكتر بيلبق كأكار طعمات بيلبق. كافي بيلبق؟ مبلو ليكير دو كافي بينحط؟ كتير مبلو كافي كراميل. فينا نحط مع باسيون مانج نعملها إكزوتيك. نعمل كراميل إكزوتيك بيطلع كمان كتير طيب. هلأ نحن هون صار عندنا الكراميل صار جاهز. كنا نتركه شوي صغيرة ليعقد ليصير سميكته حلوة. بس شفتي ما فصل ما عملنا مشكلة انه شو هي السميكة؟ هي السميكة عليها هي السميكة كثير منيحة. ايه عظيمة هي السميكة كثير. هلا اكيد هو بعد ما يبرد بيجمد. رح فرجي انا هلا كيف هو بيكون وقت الفيلم. شو نحن هيك بدنا نسكب نبلش نسكبه او بدنا نبرده قبل؟ لا بدنا نبرده لانه بدوب بالشوكولا. برده قبل اوكي. جرب هون سقعها. واو اي لايك ليك 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 شو حلو ليك ليك ليك. بس بتشيلي هيدي بليز. مين بحب يغط اصبعه بهيدا الشيء؟ شو هو؟ شو بصير اذا غطينا اصبعنا؟ بيطلع بدونه ما بيطلع الاصبع. اوكي هون الكراميل صار عنا جاهز لحطه على جنب مشان يسقع. هلا بهالوقت رح فرجي الكراميل كيف بيكون بعد ما يبرد. كيف بيكون من بعد ما يبرد؟ من بعد ما يبرد يحوي يا جاهز.
هيك بيعملوا الطوفي يا شارل؟ ايه قريبة لا هلا اكيد في لها اسمك بيطلع اكيد في لها سماكة كان بدي اقول لك كان في لها سماكة على النار بنغليها بنعقدها زياده بنعمل لها ريدكسيون بنزيد لها شيء نشا او شيء او لا 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 هي عمليه بس ريدكسيون تسمك اوكي واذا كان كراميل توفي مع شوكولا اكيد بنزيد لها شوكولا كمان اوكي هلا بدنا نجيب القوالب اللي عملناه هون يعني بعد ما بلشوا يقبعوا شو بدنا نعمل بدنا نحطهم بقلبها بلا بس ما بدنا نكسرهم ايه لا بدون ما نكسرهم لك هيدا صرت تقبع ايه اوكي بس مش مشكلة هلا بدنا نحطهم اوكي ورح نفرجي المشاهدين اول شيء رح نحط كراميل ليك شو حلوه رح زيدها لحط على وحده ثانيه نفرجي من الاول كيف ننزل الكراميل بننزلهم بهالطريقه نرجع بنحط هاي البسكوي شورت بريد يلي عاملينها لحط وحده ثانيه وارجع حط فوق منها في لايرز اوكي بكفي هالقد هلا نحن كان فينا نشيلها بالاول بس مثل ما قلت لك انه اذا كانت قبعت بنشيلها واذا ما كانت قبعت رح نتركها بقلب القالب ننطرها شوي نرجع ننطرها شوي هلا هون لما تقعد هون رح تدفع نتفه صح لا هي بالعكس لازم تسقع تتقبع لازم تكون انت فكرك ما سقعت فيي ايه ما سقعت فيي بدها بعد تسقيع هلا رح نحط هول البسكوي نرجع نفوتها على البراد هلا هون حطينا 2 بسكوي هي لازم بس بسكوي وحده يلا ما عندي شيء اوكي رح ارجع حط نقطة كراميل فوق منه يمكن ما بيطلع للكل حلو نايس كل حاجه سقعها لحتى شوي صغيره بالفريزر لانه احنا هلا اسرع مزروكين بالوقت لحطها بالفريزر نرجع على تيستينج رح اذا هلا في هون اذا في وقت هلا نكزي بنفرجي كيف بدنا نسحب الشوكولا عن الهواء واذا ما في بنعملهم تحت الهواء سو لما نرجع بدنا نزيد الشوكولا الشوكولا صح او بنكون مزينين ما بعرف الوقت اذا بيسمح اوكي لا بكون عندنا وقت هيك صارت نرجع نزيدهم شو حلوين هل هن رح يجمدوا؟ رح يجمدوا ما بدهم كتير وقت يجمدوا لا مفروض هلأ دغري يقبعوا بس نحطهم بالفريزر من بعد ما نخلصهم نشال كيف نحفظهم؟ بعد ما؟ لما يتخلص نعم بدهم براد؟ الأفضل ايه أفضل الأفضل مش يبقوا برا لا مش يبقوا برا هو ما بدهم شوي صغيرة تسقيع الشوكولا لكن لما نرجع على التيستينج نكون شلنا هون زدنا شوكولا عليهم صح واكيد نذوق وعم نوصل للتيستينج بعد كل التعب والشغل والتحضيرات بعدكم عم تشتغلوا؟ هلا عم نعمل الديكور نحن حاسين بالذنب جايين بس ناكل قبل كنا عم نشتغل هلا عم نتسلى سارة كمان رجعت انضمت هاي سارة هاي تينا هلا شو زينة؟ هلا زينة اذا هون بنفرجي بس شوي صغيرة الشوكولا اللي ذوبتها حطيتها على خشبة التقطيع بالسكين بنطويها شوي صغيرة بدها تكون سكينة بتطوي هون بس عم فرجي كيف عم نسحب الشوكولا نكبسها هيك بهالطريقه بيطلع عنا الكوبو الشوكولا يلي هو رقيق لنزين فيه ايه بس هيدي بدها خبره شو لا هيدي اكيد بدها خبره بس انه عم نفرجي الطريقه ما كيف ما في احتمال انه تطق السكينه لا انه ما عم شد ما عم شد كثير على يحيى هي بتطوي شو بنسميهم هول هدول كوبو شوكولا هذا للديكور هلا رح نحط على الوجه
شو تينا؟ هلا انا نصيحتي انه يسمكوا الشوكولا. اي اكيد خاصه على التراب. هلا هو بينزل لتحت، هاي المشكله يمكن. هلا لا بالعكس بتكون طاغيه الطعمه اذا سمكناها حتى كلها تمزج ببعض. هلا هي مثل ما قلت لك بالاول انه فيك تسمك الطرف، يعني إيه بس ما الطرف ما بيرجع بينزل لتحت. إيه بس هو عم بيعطي بضله يلقط يعني حلو، حتى لو تكسر شوي بيعطي شكل حلو. اهم شيء انه الكراميل ما يطلع كثير لبرا. هلا هون في كم وحده طلعوا لبرا ما بيأثر، بس الحلو فيها هو قياسها الصغير يعني بتحسيها دغري فيها. فيك تكليها هلا بدك تفرجينا كيف صار؟ رح نجرب. هيدا عمينا نحن تو بايتس وان بايت تحت الهواء. بدك تنتبه على الكراميل. بتعملي هيك قصص بالبيت سارة؟ انا الحلو بحب كثير، واذا بلاقي وقت الحلو من اكثر الاشياء اللي بحب اعمله. هو الافضل اذا كان عندنا شوي صغيره شوب نستعمل بالملعقه لحتى ما يذوبوا كثير الشوكولا، لانه بايد حراره الايد بتدوبون. حتى لو لابسين كنا كفوف حراره الايد بتدوبون. بس تينا بتعملها هيدي بالبيت. تينا حتى الريسيبي كانت كثير حلوه كمان. بتجنن من كم يوم قالت لي الكرامبل تشيز كيك روعه. هيدي الريسيبي روعه بالصوره. هلا ما حدا منا ضايق بس شكلها جبتي معك على الشغل خلص على الانستغرام اكونت الخاص. اللي حابب يشوف الانستغرام اكونت الخاص بتينا ابل كرامبل تشيز كيك شي بشهي. اوكي نحن صاروا تقريبا جاهزين. فيك تعملوا شارج حلو الشغل بالشوكولا. يعني غير شيء غير ما الواحد يعمل كيك. بس بده دقيقة أكثر من حياة الأشياء الثانية. أكيد. مش بس هيك، كم وجه له الشوكولا، كم طريقة فينا نقدمه فيها. مزبوط. أميزينغ. بتعرف شو عم فكر؟ لو عملنا شوكولا بلان بتصير بين مثل البيضة. عالوش تتاكل شوي. البيضة وصفار جوا. صح. هلا فينا بس الشوكولا الابيض ايستر يمكن او شيء. ايه بس الشوكولا الابيض ما كثير بيمشي مع الكراميل. بس ايه انا ما كثير مرغوب، يعني قليل العالم بيحبوا الشوكولا الابيض. هذا مش بس الزينة شار للاكل. ايه ايه اكيد. هذا اللي بس قلت لي للزينة. بس هو للزينة بس للاكل. بقي وحدة من هول اللي حبيتهم قبل فانا رح بلش جوا؟ ايه كراميل. بس كراميل ما في عجينه. كراميل وما عم بسكويت شورت بريد. اوكي يلا صار فينا. لح صار فينا ندوق اكيد. هلا الكراميل بيرجع بيدوب لما ناكله؟ ايه هلا هو اصلا هو دايب منه، هو دايب منه كثير منه قاسي يعني. مشان هيك بدنا ننتبه نحن عم ناكل من حطوا البغات لا اعطيكم صحون. ثانك يو. اقعدوا بالهاي تشير. بدها شفة قهوة. لا اعطيكم صحون. ما رح تلحق تجي على الصحن. ترانزيت دغري. اوكي. انا لقمه من هون، شقفه من هون، حلي قلبي. بس اكيد رح ندوق. بس كيف بدنا ندوق شار؟ بايدنا تتاكل هيدي بالشوكه. ايه بدك تنتبهي بس على جيبنا. ايه انه ما تشرشر. ما تشرشر. هيدي كمان ورقه نابكن. هلا حلوه هيك تفقش. توقع. فرجينا ساره. كمان اوكي. لا ما رح تزبط وان بايت مثل ما قلت لك. ايه بتكون تو بايت. بس هو مش غلط، يعني مثل كانك عم تاخذي لوح شوكولا. ايه مزبوط. لوح شوكولا مثلا وقت يكون لوح شوكولا 100 جرام. اذا 100 جرام بدك بعدة. واو يا شباب. بعطيكي ملعقة. انا مش الحالة. واو بدو. قوية هي. كيف الكراميل؟ كنت عم بسمع انه الكراميل اوقات بيكون حد. بيكون حد. يطغى على طعمته. بيكون حد اذا كان مرمر. إذا احترق. إذا احترق صار لونه أسود وخلصنا. هيدا أحسن طريقة تينا. ما في يكون أكبر من هيك البورشن لأنه الحلو قوي. مظبوط. يعني هيدي هي يعني شوكولا كراميل مع البسكوي. يعني هي كأنه عم تاخذوا لوح شوكولا. تري بون. صحتين. ماشي شعل. ميرسي لكم. نحن مكفيين. تعبنا كثير فترات لليوم. بلا تعطينا لمحة سريعة بعد ما تبلع. أو صعبة على الكراميل. عم حلي الملامح وجهك. صعبة من الشوكولا والكراميل. ثانك يو شارل. يعطيك العافية. هاف ا جود ويكند. تينا يعطيك العافية. خلص خلص فور توداي. يس بنشوفك نكست ويك ان الارت. سارة بعد شوي بتالنت كلية على رواق. ونحن بنشوفكم مشاهدينا بعد هالوقفة القصيرة بنكمل مع فقرة إن تاون. اليوم رح نتعرف أكثر على مختلف خدمات شركة سي كي ميديكال سنتر، مركز تجميلي. مركزين اليوم على
كل التقنيات الحديثة للليزر، خلص موسم الصيف راح البرونزاج، هلأ صار فينا نرجع للليزر، وكمان تقنيات جديدة لشد البشرة، للترهل، للتجاعيد، وكمان للمشاكل اللي بتواجه المرأة الحامل. كل التفاصيل بعد هالوقفة، خليكن معنا.